واو، احس الطبخه حتكون خفيفه بعدين. ايوه يا الله، شايفين الشكل كيف؟ اوه يد 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 فوكس بسرعه. يلا تحدي التيك توك الجديد، تشيتوز مع حليب. بس اصابع النقانق المقليه بالاندومي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم زي الصفحة رجع لكم مقطع حريق حريق حريق. طبعا مقطعنا اليوم مقطع حيكون مختلف ومقطع غريب وعجيب. ليش؟ لانه في هذا المقطع راح نستعرض لكم اغرب طبخات التيك توك. ويلا ما نطول عليكم، يلا بسم الله مع اول طبخة. اول شيء حيحط على مقلات جبن، بعدها شيتوس، بعدها بيض. يعني حس طبخة سهلة صح؟ بعدها حيزينها بشيتوس. يب، احس صراحة طبخة لذيذة. يلا خلينا نروح نجربها. اول شيء هنا نجيب مقلاة، حنحط هنا عليها جبن. يلا بسم الله، نوزع الجبن، نخليه شوية، بعدين حنحط عليها الشيتوس. فيلا خلينا نلحق عليها. كذا حطينا الشيتوس، هنا عندنا البيض. كذا هذا شكله بعد ما حطينا البيض. ودحين ايش الخطوة اللي نسويها يعني يسو؟ الخطوة حنغطي عليها بس ان شاء الله ما ينحرق. فيلا نرجع لها بعد كم دقيقة؟ دقيقتين كذا نرجع لها. يلا. ويلا الحين خلينا نفتح عليها. طبعا خليناها تقريبا ابو 5 دقائق، بس انتم خلوه على نار واطي عشان الجبن لا ينحرق، لانه لو حرق الجبن خلاص. يا الله، شايفين الشكل كيف؟ خلينا الحين نقلبها زي ما قلبوها في المقطع. يا الله. يمين بالله انا ظبطتها اكثر من المقطع حق التيك توك، تصدق؟ شوف كيف. والله الشكل خرافي. شكل خرافي، دحين خلينا نحطها في صحن التقديم. ويلا دحين بسم الله خلينا نذوق، باين شكلها تحفة. طيب بتذوق ما تهزمني انت. تعال يا شيخ نباك انت تقيم. كيف؟ شكل من ضغط الخيال. شايفين الموزريلا كيف؟ اسمع اسمع اسمع، كأني شفتهم في المقطع ياكلوا زي كذا بس حار. والله حار. لا لا حار كثير. كيف؟ ذوق. كيف؟ حارة مرة حارة. شباب شايفين؟ كم تقييمك؟ صحيح. أنا من ناحيتي شباب 8 من 10. طيب أنت كم تعطيها من 10 يعني؟ بالنسبة لي أنا ممكن أعطيها 5 من 10. أوكي يلا دحين مع ثاني طبخة على المقلات، حنحط بيض وبعدها توست، بعدين حنضيف عليها مرتديلا أو لحم ما أدري إيش حط، بعدين جبن. والله احس شكله يطلع لذيذ وتنفع للفطور. يلا نروح نجربها. ويلا ليتس جو مع ثاني طبخه لليوم. خلوني زيد بين حرق شباب. طبعا الطبخات هذه كلها طبخات ما ادري ايش حق فطور حاجه زي كذا، لانه كلها فيها بيض. يلا بسم الله. يلا الحين حنحط الخبز، طبعا خبز توست. ايوه الحين خلينا نقلبها. الحين حنحط المرتديلا حقنا، مرتديلا او اللحم او حبس الدجاج ما ادري ايش اسمه ذا. المهم حطوا اي شيء يعجبكم. خلينا نحط شريحتين جبن عشان نبغاها من جوا سائله زي حق المقطع. شباب تراني والله اعرف اطبخ، بس هنا في الاستديو ما ادري ليه ما اعرف. يلا الحين جيب لي سكين، جيب لي سكين انيسو، خلينا نقطعها ونشوف يا ترى هل ظبطناها زي حق المقطع ولا لا، لانه في البدايه ترى احنا فنانين يعني قاعدين نسويها احسن من المقاطع. اول شيء اسمع صوت القرمشه، واضح انه هذه الطبخه زبطناها. اوه يد 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 فوكس بسرعه. كيف ذابت الجبنه؟ ايوه جا ذابت الجبنه. وشايفين كيف المتدلة؟ خلينا نقيم. كيف؟ لا ربي لذيذه. زود الجبنه، زودوا جبنه ولا تخافوا، نصيحه من عندي. هذه اعطيها 8 من 10. انا من ناحيتي بعطيها 9 من 10. يلا نخش بالطبخه الثالثه. ايش هذا؟ شيتوز. شيتوز ايش بيحط معاه؟ شيتوز بحليب يسوق هذا. ايوه ايش كمان؟ حسبته بيحط عسل. يلا خلينا نروح نجرب الطبخ. يلا تحدي التيك توك الجديد شباب، شيتوز مع حليب. بس 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 بس. يلا بسم الله. لا خليني زود. لا لا بس 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 بس. ويلا شباب كذا نكون سوينا. والله الله يستر، يعني الطبخة غريبة يعني جدا. خليني نجرب، كنا كورندكس ما ادري. اصبر. حلوة. جرب. لا والله ما عجبك.
اعتمدوا دي الطبخة شباب، شيتوز مع حليب، خاصة لو تسوي شيتوز فليمون هات هذه مرة طعمها ألد يا الله. ويلا الحين مع رابع طبخة، دقيق ملح سكر ملح بيض، ايش ذا بيسوي كيك، بعدين موية. ايوه تمام كذا، نقانق غريب كيف كذا. ايوه ايش بعدين، اها هذه النقانق اللي تكون مقلية. ايوه ايوه اندومي، وش الاندومي، اها بدأت احس باللي يسويه. لا تقول ايوه يعني بيحط بدل البقسماط بيحط اندومي، والله طبخة غريبة صراحة، نجربها ليش لا. يلا ويلا خلينا نخش مع رابع طبخة من طبخات التيك توك. طبعا هذه الطبخة غريبة شوية لانه فيها قلي وفيها اندومي وفيها نقانق ما ادري ايش. المهم خلينا نبدأ هنا بالخليط. هذا الخليط مكون من ايش، مكون من دقيق وبيكربونات وملح، حنضيف عليها بيضة، حنضيف عليها كاسة حليب قصدي كاسة مول. يلا خلينا نخلطها، ويلا كده نكون خلصنا من خلط الخليط. شايفين هذا هو القوام اللي احنا نبغاه، وهنا عندنا نقانق محطوطة في ايش، محطوطة في اعواد حق شوي. بعدين نمسك العود حق النقانق ونحطه في الخليط، خل يعني نعبيه، شايفين زي كده بنفس هذه الطريقة. بعدين هنا عندنا الاندومي، الاندومي هذه اول شيء حنكسرها نحطها في صحن زي كده، بعدين بعد ما نخلص حنحطه في الاندومي بهذه الطريقة زي كذا. وكذا يكون عندنا العود بعد ما حطينا له الاندومي، يعني شكله غريب الصراحة. فاحنا هذه الطبخات الثلاثة اللي بعد هذه الطبخة كلها حتكون مقلية، فحنقليها سوا وحنسوي لها التقييم سوا. يلا ويلا مع خامس طبخة توست، حيحطه على شكل دوائر، بعدين هذه شرائح الموتزاريلا. ايوه واو، حس الطبخة حتكون خفيفة، بعدين ايوه حطها في البيض وحطها في البقسماط. واو ويلا ليتس جو مع خامس طبخة من طبخات التيك توك الغريبة والعجيبة. طبعا اول شيء في هذه الطبخة راح تحتاجوه توست، حتشيلوا منه الاطراف بعدين حتحطوه على شكل دوائر زي كذا زي ما انتم شايفين، حتقصوه باي قالب او كاسة زي كذا، بعدين حتجيبوا جبن موتزاريلا وتحطوه في النص، تحطوا الطبقة الثانية فوقه وتضغطوا من الاطراف بهذه الطريقة بالضبط، حيطلع معاكم الناتج زي كذا. بعدين حنجيب هذا الشكل، هنا عندنا البيض عندنا البقسماط، حندخلها في البيض زي كذا، بعد ما نطلعها من البيض حنحطها في البقسماط، نغطيها مزبوط، وبكذا يكون عندنا هذه الطبخة. ما اعرف ايش اسمها بس اللهم هي توست محشية جبن موزاريلا، اكيد بتكون طعمها جدا لذيذ. فيلا حنروح نقليها، ويلا الحين مع اخر طبخة توست، نقانق، حط النقانق مطبوخة بعدين حطها في التوست. ايوه بعدين بيض بقسماط، يب يب احسها سهله، بس هذه الصراحه يا شباب الطبخه احسها بتطلع لذيذه. واو يلا اول شيء حتحتاجوا سجق، ركزوا على السجق لازم يكون مطبوخ، حتحتاجوا شريحه جبن شيدر، تمسكوا حبه السجق زي كذا حتلفوها بالجبن حيطلع معاكم الشكل زي كذا بالضبط، شايفين الشكل كيف كيوت ولذيذ. بعدين حنجيب شريحه توست ونلفها كذا بالضبط، شايفين نقفل عليها مع الاطراف، حنحطها في البيض بعدين حنحطها في البقسماط، وكذا يطلع عندنا شكل الطبخه هذه بعد ما سويناها في البقسماط. يلا دحين حنروح نقلي الاشياء اللي سويناها في الطبختين اللي قبل هذه والطبخه هذه ونجربهم ونسوي لكم الخاتمه، ويلا ليتس جو. ويلا كذا نكون رجعنا لكم بعد ما طبخنا الطبخات الشهيه واللذيذه جدا. هنا كانت عندنا التوست المحشي جبن موتزاريلا والمقلي، صراحه هذا شكله اكيد بيكون شهي، وهنا كان عندنا النقانق الملفوف بالجبن والملفوف بالتوست والمقلي، وهنا كانت عندنا اغرب طبخه اللي هي النقانق المقليه بالاندومي، يعني صراحه يعني كان شكلها جدا غريب ما ادري كيف يعني، بس خلينا نذوقه ونحكم يعني. يلا خلينا اول شيء نبدا بهذه، شوفوا شوفوا الشكل بس كيف، هنا خلينا اوريكم الشكل، يلا شوف خلينا نفتحها. يا الله اسمع اسمع القرمشه، والله لذيذه هذه الطبخه. كم نعطيها من 10؟ يمكن 6 من 10. هذه النقانق الملفوفه بالجبن والمقليه، بوريكم الشكل كيف حيكون، شوفوا الشكل كيف، الجبن طبعا سايح. والله لذيذه يا اخي،
اذا في طبخه من هنا اقول لكم لازم تسووها بعد ما تخلصوا من هذا المقطع. هذه الطبخه والله جدا لذيذه. ويلا خلينا نخش مع اخر طبخه واغرب طبخه تقريبا. يعني هذه اصابع النقانق المقليه بالاندومي. شوف صراحة حق الاندومي يعني مرة اعطيه تقييم قليل، يمكن 3 من 10، لانه يعني ما صراحة ما ناسبتني. ويلا شباب في نهاية المقطع، طبعا هذه الطبخات كلها اللي في هذا المقطع اللي شفتوها انتم كانت من عند قناة ستار. هو اختار لي كم طبخة وانا سويتها في هذا المقطع، وانا اخترت له طبخات برضو حيسويها في مقطع. روحوا شوفوا مقطعه وحتحصلوا الرابط في الوصف، وكمان اشتركوا في قناته، ترى انسان جدا اسطوري وينزل كثير، ادعموه وكلكم اكتبوا في مقطعه جيس زيزو السفاح وصل او جيش السفاحين حتكون احسن. وكثير منكم يسأل يقول ليش ما كانت في اطباق حالية في هذا المقطع. اذا تبغوني اسوي لكم مقطع ثاني وحيكون بس للطبخات الحالية اكتبوا لي في الكومنتات. لا تنسوا تحطوا له لايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا لأي كومنت من المقاطع الجاية اللي تبون يسويها. ويلا بيساو